السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناتكم إن شاء الله. اليوم عندنا التنين الذهبي. قبل أن نبدأ، ضغط زر اللايك واشترك إذا ما كنت مشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. وإذا حاب تنضم معنا في مجتمع الديسكورد، راح تحصله تحت في الوصف. كذلك تضغط الرابط راح ينقلك للمجتمع هناك. بمجرد دخولك اختار نوع جهازك عشان يكون سهل التواصل معك. خلونا نكمل. طبعا التنين الذهبي جاء اليوم، طبعا هو يعني راح يروح يوم الاثنين على الساعة 2 الظهر يمشي. فإذا أنت مجمع دراجون كوين يعني مرة كويس، تعال هنا عند التنين الذهبي. فهو جاي لنا الأسبوع هذا أغراض كثيرة قابلة للبيع كلها، برضو حاط لنا هنا الجناح هذا. أنا ما أنصحكم تشترون اللي هو الجناح، عشان الجناح اصلا قيمته في السوق اصلا مره رخيص، فحرام انك تشتري اصلا ب 200 دراجون كوين. يعني انت لو تبحث عنه راح تحصله. يعني شوف، خلينا نوريكم مثال. مثلا ندخل هنا ونكتب هنا، نختار هنا الوينجز، تمام، نبحث. هذا هو قيمته 9000 لوكس، يعني مره رخيص، حرام انك تشتريه من عنده. زين، لا تقع في الفخ هذا تشتري حبة واحدة ب200 وتنك فيها، حرام تشتريها، لا تشتريها. هذا جناح ذا اسحب عليه، وحط 10 حبات بعد منه يا شيخ السيفون. زين، اسحب عليه. عندك الاشياء هذه، عندك الديفينتيتي والاشياء الثانية. كيفك تبي تاخذها، ما تبي تاخذها براحتك. انا انصحك انك ما تاخذها، خلها شيء بعدين. اذا انت ما جبت التنين الذهبي جيبه خذه. يعني عندك الاشياء هنا الاربعة هذول كلهم قابلين للبيع، فخلونا نشيك اول شيء على اسعارهم في السوق ونشوف هل تسوى يعني القيمة حقتهم الدراجون كوين مقابل الفلوس حقتهم ولا لا. خلينا نشوف الاول. هذا نكتب بون، نكتب بكلمة عظم BONE، بس خلينا نشيل الوينج هنا نعدله، نخلي اني. هذا حطناه سعر العظم الان، بعدين يجينا الماونت هذا وله قيمته 190,000 يا حبيبي. يعني انت تدفع 70 دراجون كوين وتبيعه ب190,000، يا لبيك يا شيخ، والله سعرهم خرافي البطل. طيب خلينا نشوف اللي بعده. هذا اللي هو الماك رايدر بي اي ار، خلينا نشوف، نبحث عنه بي اي ار، نبحث، خلينا نشوف اين انت. هنا أنت، هذا هو، وصلنا له 90,000 تقريبا سعره هذا تقريبا 90,000، يعني تاخذه ب80. يعني أنصحك أنت لو حاب التاجر خذ الأول هذا، حتى الآن الأول هو أحسنهم في البيع، مرة مبقى مرة كويس. فخلنا نشوف اللي بعده. هذا الماوس هذا STO، خلنا نشوف، نكتب STO. أوكي، اين انت، اين انت، STO شكله بعيد. شوف حتى الان قيمته 125,000، ننزل زيادة ما فيه. وقيمته الان ب 125,000. شوف ان سعره مناسب، يعني كانك تشتري ب 60 وتبيع ب 120، سعره مرة بطل. خلينا نشوف اللي بعده TOA، نشوف اللي بعده هذا كم يسوى. TOA ب 165,000، والله مرة ناس. طيب عندك هذا وعندك هذا، الاثنين قيمتهم 70 دراجون كوين. انا اشوف صراحة لو انت يعني تفضل التجارة، فعندك هذا وعندك برضو هذا مرة كويس في التجارة انك تبيعهم. يعني تشتيك اثنين تبيعهم كم، حوالي 350,000، والله مرة كويس صراحة. يعني انت تدفع 140 دراجون كوين تخليك بدالها 350,000 يا شيخ الكويس. طيب خلونا عاد الحين نشوف اشكالهم. ندخل عندنا هنا في القائمة، عندنا نكتب بون، نحط هنا اول عشان نشوف كيف شكله بون. كذا نبحث، اين انت، ولا بهذا، هذا هو. خلينا نشوف كيف شكل سبايدر. اوكي، والله مره كويس صراحه، يعني حليله حليل، لا بأس لا بأس. اعطيه ابك بوز اشوف، والله جيد جيد الى حد ما جيد.
خلينا نشوف اللي بعده. عندنا نخش على الموت هذا TOA. خلينا نشوف حطينا all TOA. ايوه هو اتوقع عبارة عن سندويشة جبن. يب والجبن يسيح منها بعد، يا سلام. وش مشكوكة ذي وبعج فيها مقطة يعني. اوكي طيب نسوي لها ايبك بوز نشوف. والله يعني حليل 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 حليل. خلينا نشوف اللي بعده. عندنا الاخير اللي هو الماونت كنا حق البداية لكن لونه مختلف عن حق البداية STO. خلينا نشوف على مونتات. خلينا نحط هنا اول بدي اكتب هنا STO. هذا هو نفس حق البداية لكن اللون مختلف، او يمكن حتى نفس اللون بعد. اتوقع حق البداية كان لونه بني كذا يعني، لكن هذا يعني احس انه بني على سواد كذا يا ولا يب. احس انه هذا اسود، حتى مو بني اسود هذا. نعطيه ايبك بوز يا كابتن. ايوه كذا الزاوية مرة خير هذي. خلنا نبعد كذا شوي نعطيه زاوية ثانية كويسة. ايوه ان الا الشاشة تخرب. والله شوفوا شكله يعني محليل، لكن انا زي ما قلت لكم كتجارة عندك الاول هذا وعندك الاخير هذا مرة كويس. خلنا نشوف عاد اللي هو الماك رايدر الان. وش كان اسمه؟ PER. اوكي نجي عندنا هنا الماك رايدر بنلقاه على طول هنا. ما هو بهذا ولا بهذا، برضه ما بهذا ولا بهذا، مو بحق ايفنت غريبة. يمكن خلنا نحط اول هنا. ابحث عنه. اوه حق الستور. اوكي طيب خلونا نضغط كذا ونحط المج. يب هذا هو. شفتوا كيف؟ هذا هو شكل المج هذا. حاليا زي ما قلت لكم نعيد ونكرر، اذا انت بالتاجر اشتري الاول هذا واشتري الاخير هذا. هذول الاثنين في التجارة مره كويس. لا تقع في الفخ وتشتري الجناح، لا تشتري الجناح. الجناح في السوق قيمة 9000 لوكس مره رخيص. يعني اذا انت حاب تشتري جناح ادخل على الستور واكتب اسمه واشتراه، ارخص شيء هو. تمام، اتمنى المقطع عجبكم، يعطيكم العافيه متابعه. اللي ما اشترك يشترك في اخر التنبيه. نشوفكم ان شاء الله في المقاطع القادمه. سلام.